بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم نور الحق من ارض الممنوعات، معرض غصن الزيتون. النهارده بنسلم عربيه سكو النقل موديل 2021 زيرو، بنسلمها لحبايبنا، ناس محترمه جدا، ناس مشرفينا من محافظه الجيزه، من مركز البدرشين، الاستاذ عمرو. حابين بس نعرف رايه في المعامله بتاعت الناس اللي موجوده داخل المعرض، ورايه في العربيه. اول حاجه، ايه رايك في العربيه؟ تمام والله، الله يستر عليك. عايز صوتك شويه كده عشان تسمعك. تمام والله، الله يستر عليكم. عربيه تمام الحمد لله. تمام ان شاء الله. بخيل عشان تاكل عليها لقمه عيش ان شاء الله، باذن الله هتساعدك وتعينك ان شاء الله. ان شاء الله. طب المعامله بتاعت الناس الموجوده داخل المعرض؟ لا، الناس محترمه وناس احسن مننا. تمام، ناس محترمه وكويسين. حد اثر معاك في حاجه؟ لا خالص. لو حد اثر معاك في حاجه؟ لا لا، ما حدش اثر معانا في حاجه خالص. دفعت واستلمت وانت واقف على طول؟ دفعت واستلمت وانا واقف على طول. اه، محدش عطلك في حاجه؟ لا. طب حبايبك دلوقتي اللي متابعيننا، قلت لك من محافظه الجيزه وخصوصا من البدرشين من جنبيك هناك، تحب تقول لهم يعني اللي انت لقيته هنا؟ مكان محترم وحاجه نظيفه وحاجه عاليه، واللي اتفقت عليه لقيته مكان محترم جدا يعني، وارخص سعر في مصر. وارخص سعر في مصر. ولفيت بره كتير وما لقيتش. ده حقيقه. تمام، مكان نظيف ومحترم. تمام اهو. في النهايه بنتمنى من ربنا ان يديك خيرها وفيك شرها ان شاء الله. اللهم امين يا رب، ويستر طريقك كده ان شاء الله. كل اللي زين يا رب. اللهم امين يا رب. شكرا. سلام يا رب.